فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أخذ دينا ربويا ثم أصيب بمرض، فحلف بالله أنه إذا شفي ليعتمرن، يقول: هل عليه العمرة بعد شفائه مع وجود الدين الربوي؟ حلف بالله إيش؟ لو شفاه الله ليعتمرن. يعتمر من الربا ما يجوز هذا، إذا كان يعتمر من مال حلال فيعتمر، وإذا لم يعتمر يكون عليه كفارة يمين. نعم.